حقيقة ما كانت أول. السقوط بدأ من مناطق غرب الأنبار وشمال الأنبار، بادي جزيرة، بدأ منها كمان. لكن الموصل كان مستهدفة، موصل تحديدا يعني مدينة 3-4 مليون نسمة، أكثر من 3.5-3.5 مليون نسمة موصل. هاي واحد. اثنين، هي يعني اسمها مبين، موصل توصل لك الشمال بالجنوب وشرق بالغرب وكذا، حدود دولية عندها طويلة عريضة يعني مئات الكيلومترات، فكانت الأقرب والأكثر تأثيرا بالمشهد. في الحقيقة أنا يعني لا أغالي إذا قلت إسقاط الموصل وإسقاط غرب العراق كان جزء من مشروع دولي أولا، والتقى مع الإقليمي والمحلي. الدولي شنو؟ رادوا بفر زون، منطقة آمنة من قطر إلى إسطنبول لأنابيب الغاز والكذا، حتى هاي مقدمات الحرب في أوكرانيا. زين حتى يستغنون عن الغاز الروسي والنفط الروسي، فهاي منطقة لازم تصير متجانسة في جهة واحدة وليس ما من يحكم بغداد غير ناس يعني موالين وكذا. فلهذا كانت موصل، يعني موصل يعني مساحات شاسعة لازم يمر منها أنابيب الغاز والنفط والكذا القطري الخليجي الكذا إلى إسطنبول، حتى يصير بديل للطاقة الروسية في هذا الصراع الدولي، وفي ذات الوقت إقليمي وذات الوقت داخلي، يعني خربطاتنا إحنا هي صراعاتنا. أقل ما أقول إنه مسألة المادة 140 مثلا، الموصل وكركوك والتكريت إلى حد ما وديالة، هالأربع محافظات مشكلة باقية لا زالت قائمة ما حد يحكي عليها، لكن هي حقيقة. هي منطقة هي إداريا دستوريا للسلطة الاتحادية، بينما أمنيا هي سيطر عليها مثلا قوات من إقليم